الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف موقع إكسباتستان العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم أن العاصمة بغداد أغلى في تكلفة المعيشة من العاصمة المصرية القاهرة بنسبة 12%، ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات ومستحضرات العناية الشخصية والأنشطة الترفيهية. ووفقا لأحدث تصنيف نشره الموقع للعام الحالي، فإن ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أعلى بنسبة 15% من القاهرة، ويدفعون على السكن أموالا أعلى بنسبة 59%، ويدفعون على الملابس أموالا أقل بنسبة 51%، وعلى المواصلات أعلى بنسبة 11%، وعلى الترفيه أقل بنسبة 5% مما يدفعه سكان القاهرة. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة لتسجل 210 ملايين دولار، وقال البنك المركزي إن مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.94% لتصل إلى 210 ملايين دولار. غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وأضاف البنك المركزي أن المشتريات البالغة 159 مليون و553 ألفا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت إلى 1.5 مليون برميل في شهر أيلول الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال شهر أيلول الماضي 1,500,000 برميل بمعدل 50,000 برميل يوميا، منخفضة عن شهر آب الماضي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العراق جاء بالمرتبة 9 عالميا والثانية عربيا بعد السعودية، التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر أيلول 12,187,000 برميل يوميا، مبينة أن كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر الدول المصدرة للنفط لأمريكا، تليها المكسيك. قال موقع أويل برايس إن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بكميات الغاز التي يحرقها سنويا بما يقارب من 17 مليار متر مكعب. وأضاف الموقع أنه في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتحقيق هدفه الجديد بالوصول إلى سقف إنتاج نفطي يقدر بسبعة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2025، فإنه قد كرر مرارا بأنه سيتوصل أيضا إلى إيقاف حرقه للغاز المصاحب بحلول الموعد نفسه. وينقل الموقع عن الخبير الاقتصادي الدولي سايمون واتكنز قوله إن أي تحرك قدما نحو هذا الهدف سيسمح للعراق بتحويل هذا الغاز المحروق إلى مصدر مالي والشروع بتنمية قدرة تجارية حقيقية بتصدير الغاز إلى آسيا كمرحلة أولى. ارتفعت الدين الخارجي للصين بنهاية شهر حزيران الماضي إلى أكثر من 1,600,000,000,000 دولار. وقالت هيئة النقد الأجنبي في الصين إن جميع مؤشرات الديون الخارجية الرئيسة كانت ضمن الحدود المعترف بها عالمياً
كما أن مستوى مخاطر الديون الخارجية الصينية كانت قابلة للسيطرة، وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 6% في العام 2021، كما تهدف إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حصرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، والذي من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل وباء كورونا. ختام الموجز، إلى اللقاء.